انا هعمل نور ايس كوفي. انا بتزلل دلوقتي، انا مش فاهمه بجد يعني. بس بصي بقى، انا عايزاه تقيل، عايزاه تقيل، وعايزاه كان نفسي يبقى بلندد. طب على فكره ده في ثانيه، احلف ثانيه واحده. طيب بصي بقى، هنحط في زيت. انت عايزاه تقيل؟ اه. يعني قد ايه؟ كم معلقتين صح ولا اكتر؟ ولا معلقتين ونص؟ معلقتين ونص نسكافيه. معلقتين نسكافيه. نور ده الساعة داخلة في واحدة. معلقتين. الساعة داخلة في واحدة. معلقتين. ونفسي اني بغارب جن. لزقت في دماغك؟ ماشي. بس انا بحب لون شوية اللايت بتاعت المطبخ عندك. مع ان اللايت بتاعتي هنا ما بتعجبنيش خالص. لا، عشان فوق كده فبيخلي الشعر فاتح. طيب دي اول حاجه. هتحطي بقى الثلج عليها؟ انا هحط كل حاجه، كل حاجه دلوقتي. حط اللبن المكثف. بصوا قوي، حطاه في كيس بلاستيك. يا جماعه اي حد في الحياه ممكن يدوق اي ايس كوفي مش هيطلع زي الايس كوفي بتاع غنى. مش عارفه ليه والله، مش عارفه. مع ان بجد مش هتلاقي ان انا بعمل اختراع يعني، وبكل صراحه تطورت مع الزمن يعني. ما تحطيش كتير، لا مش كتير. تطورت جدا مع الزمن يعني، كانت بتاع يعني كانت برضو بادئه مش فظيعه في الايس كوفي، تطورت بقت بجد بتعمل احلى من اماكن كتير. امور بقى يا نور، يا ربنا شكرا، انت بتجنني. انت عارفه ان انا بقابل ناس ساعات بتقول لي عامله ايه، احنا بنحبكم وبتاع، احنا هنتجهز من دول ايس كوفي بتاع منه. ازاي؟ اه ممكن، اقسم بالله ربنا يكرمكم والله. بس انا متاكده ان اللبن ده قليل. لا طيب دلوقتي ده نسكافيه واللبن المكثف والثلج. ايه غامق؟ حلو قوي. بعد كده ايوه بنعمل ايس كوفي. هي ايس كوفي. بتعملوا ايس كوفي بالثلج ليه؟ بتمسكي الثلج ليه؟ هيزفت ايدك. بس يا لولو الثلج ده دلوقتي هعمل كده. بصي ثلج ايه؟ انا خايفه بتاعتك تكسر. هي لو اتكسرت انا هخسر نور. والله العظيم انا قلت لها ما تعملش. بسم الله. تخيلي التلج صغير قوي صح؟ تخيلي ان هو كده خلاص خلص. بتاعت اختراع ما بيقوليش اعلان. لا 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 خالص. اصل الفكره ان هي تعمل فوم كتير قوي. حاسه خفيف؟ مش عارف هو مش خفيف. ماشي يا هابي. الله يا منى، ايه رايك؟ ايه رايك؟ انت ما بشربش ايس كوفي عشان هو مش بلندد. بس كوبايه صغيره. اه لا خلاص كفايه كفايه. فيها شويه بهاريز. بهاريز ايه؟ تلج؟ اه. طب اعمل ايه؟ اشرب؟ ثانيه واحده. الحمد لله نقلتها في كوبايه اكبر. اجيب موبايلي واقف. ماشي. انا عن نفسي ما بعترفش بحاجه اسمها بلندد. بلندد كوفي دي بحس ان انا بشرب ميلك شيك يعني. هنفكر ادوق من قبل ما تيجي كده واقول لكم رايي في ايه. طعمه لذيذ. بدوقه. احنا زودنا لبن مكثف عليه. يلا دوقيه بقى قولي رايك فيه ايه. بجد انا بقول لك بجد بجد ايه؟ اصل لقيتك عملتي كده مش طبيعي. وحياة ربي اصل انا مش بحب اي ايس كوفي. ايوه خالص. كان مكان معين بس اللي بحب فيهم ايس كوفي. طب انا عامل بلندد كويس؟ اه حلو قوي. الحمد لله لبينا رغباتها، رغبات البنت. في حاجة واحدة بس. ايه؟ بس يكون اونست ريفيو. التلج ما اتفرمش 100% يعني. اه عشان انا استعجلت. اه يعني في طب اضربهولك تاني؟ اضربهولك تاني؟ لا. متأكدة؟ لما بشرب من فوق كده خلاص فاهمة؟ هو تلج في كام تلجاية تحت كده بس. خلاص انا هقفل دلوقتي وهضربه تاني بقى عشان ما ينفعش يبقى عندنا كومنتس، احنا لازم نرضي الزبون. ممكن اقول حاجة، انا اول ما باجي لمنة بقالي فترة في حياتي كل ما باجي لها ببقى جعانة جدا وهموت من العطش وهموت واشرب حاجة وهموت حلوة. اختك متجوزة ودي طويلة او ام كمان فطبيعي. بقى وحش قوي.